الحمد لله بعد كانت الكره اليوم في الطيران كل شيء كان في المستوى جميع اللاعبين. نتمنوا الشفاء العاجل للدراري الاخرين اللي مصابين حتى هما محسن يتولي بزاف اللاعبين ان شاء الله الجروب يرجع كامل ان شاء الله واش مؤثرش عليكم الرحله ديالكم وان شاء الله نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله من الرحله ديال تونس والتدريب ما تاثرش عليكم نتوما كلاعبه لا لا ما اثرش علينا ما والو بالفعل كانت مباراه صعيبه في تونس الحمد لله القتاليه ديال اللاعبين حتى لاخر دقيقه واخا تسجل عندنا الهدف ولكن ما نزلناش ليدينا الحمد لله جاونا عده فرص ما استغليناهمش مشينا لضربه الجزاء عفنا الحظ ما ساعفناش الحظ في الشامبيونز ليغ شفتوا اللي اعتذرنا في الجماهير ديالنا لان بلاصتنا في الشامبيونز ليغ ماشي في الكاب ولكن قدر الله ما شاء فعل هذه الكره المهم والتاهل لا خوف على الرجاء وان شاء الله غيكون الخير ان شاء الله وديما راجع شكرا.